خطوة البرنامج، عايز 3 ديجيت اللي هي رقم الخطوة. لو جربنا كده 000 دي خطوة الدام تايم سيت. مفتاح السبيكر بالنسبة لي دلوقتي هيمثل النكست، لو دوست كده عليه هيبان على الشاشة الانتري بتاعتي، طبعا 05، لا احنا في 16 2016. تمام، هتروح على من السهم هنا اروح يمين هيبتدي يفتح لي الانتري بتاع الشهور، هبتدي اسلكت من هنا من مفتاح الاوتو انصر ميوت، بعد فبراير، بعد مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس. اروح بالسهم برضو يمين عشان اللي بعده، يبقى اليوم النهاردة 25، هروح بالسهم اختار اليوم السبت الحد، وبعدين هروح بسهم يمين عشان اظبط الساعة. الساعة دلوقتي اتحرك بالسهم يمين تاني عشان احط الدقايق، وبعدين اتحرك بالسهم كمان عشان اسلكت هو اي ام ولا بي ام، عشان اغيره بدوس ستار، سوري، من سيلكت بختار اي ام او بي ام، وبعدين بعمل اوتو دايل ستور. كده خلاص الخطوه دي هولد بتمثل الاند بالنسبه لي، الهولد بتمثل الاند بالنسبه لي، فبقى اند، فبيسالني عن الخطوه اللي جايه بعد كده. طب انا ظبطت كده التاريخ، لو عايز اتاكد من ظبطه التاريخ، طبعا هو كاتب رقم العدة عشان اسويتش، اهو كتب، مجرد ما ادوس على النجمة ثبت على الشاشة، الضغط على النجمة بيغير ديسبلاي، انا بضغط على النجمة بيغير ما بين 3 شاشات.